الحياة الدبلوماسية، الحياة الدبلوماسية بتفرض شروط خاصة على الدبلوماسي. أولا يعني مسألة التنقل، الدبلوماسي رحالة من بلد لبلد، يعني الأطفال أو الأولاد ما يصدقوا أنهم يندمجوا في مجتمع يفاجئوا بعد 4 سنين أنهم يغيروا هذا المجتمع. إزاي ده يعني بينعكس على أسرة أحمد أبو زيد؟ يعني هو طبعا له شق إيجابي وله شق سلبي. الشق الإيجابي هو الخبرات المتنوعة اللي بتحصل عليها وبتتحصل عليها الأسرة بشكل عام من خلال الانفتاح على المجتمعات المختلفة، من خلال الاستفادة من خبرات مختلفة، ده شق إيجابي. الشق ربما السلبي هو عدم الاستقرار، أنك بتتعرض لحالات عدم استقرار كبيرة بيتأثر بها الأولاد والأطفال صغار السن بشكل أكبر مننا إحنا ككبار، سواء لترك يعني أصدقائهم وأسرهم ومنازلهم والانتقال إلى دول أخرى ربما تكون دول ظروفها أصعب، المعيشية أصعب، فده ضريبة أي دبلوماسي بيدفعها هو وأسرته يجب أن يتحمل تبعاتها. لكن بشكل عام التجربة هي تجربة ثرية وتجربة إيجابية، وبنسعى دائما أن نغرس في وجدان أبنائنا وأسرنا أنه أنت تؤدي عمل وطني، أنت تؤدي تتحمل أعباء محددة في سبيل الوطن وفي سبيل المهمة السامية، وده بيجعل دائما أبناء الدبلوماسيين بينشأوا ويترعرعوا ولديهم حس وطني عالي ومسؤولية تجاه أوطانهم.